حققت قوات الجيش الوطني تقدما كبيرا بمشاركة من طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي بمحافظة الحديدة وتحديدا في المناطق المحاذية لمدينة زبيد، وأسفرت العملية عن حدوث انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية واستسلام العشرات من مقاتليهم، فيما قتل وأصيب أعداد كبيرة خلال هذه العملية. وقال مصدر عسكري أنه تم الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة لفتح مسارات جديدة في معركتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية انطلاقا من مدينة التحيتة التي حررها الأسبوع الماضي. حققت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا في مديرية كتاف بصعدة في عملية هجومية واسعة شنها ضد مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبال أضيق ووادي رشاحة وقرى العطفين. وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني باغتت الميليشيات الانقلابية وفرضت عليها حصارا مطبقا، على إثره تراجعت الميليشيات من عدة مواقع كانت تتمركز فيها في السلسلة الجبلية. كما أحرز الجيش الوطني تقدما في وادي العطفين عقب عملية نوعية تمكن خلالها من السيطرة النارية على عدة مواقع في مديرية كتاف. وأسفرت المعارك وغارات مقاتلات التحالف العربي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، وتدمير آليات قتالية ثقيلة وكمية من الأسلحة والذخائر. أعلن الجيش الوطني مقتل 4 من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي الانقلابية مع عدد من مرافقيهم في غارة للتحالف العربي بمديرية نهم شرقي صنعاء. وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية السابعة في الجيش الوطني إن طيران التحالف العربي استهدف اجتماعا لقيادات الحوثيين بوادي لصف في مديرية نهم، وأسفرت الغارة عن مقتل 4 من قيادات ينتمون لمحافظة صعدة منهم القيادي الحوثي ياسر عامر. وأضاف البيان أن القيادي ياسر عامر من أكبر القيادات الميدانية التابعة للميليشيات الانقلابية في مديرية نهم، فيما القادة الآخرون قدموا من صعدة مؤخرا للإشراف على جبهة نهم. اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وبين ميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عدد من الجبهات غرب محافظة تعز. ونقلت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب إثر هجوم للميليشيات الحوثية المتمركزة في جبل المنعم ومنطقتي الربيع وحذران على تحصينات ومواقع أبطال الجيش الوطني في منطقة الصياحي، مشيرة إلى أن أبطال الجيش الوطني تمكنت من صد الهجوم وإجبار الميليشيات الحوثية على التراجع والفرار. وأشارت المصادر إلى أن المعارك امتدت إلى قرية ماتع وتبة الخلوة ومنطقة الأشعاب، تخللها تبادل لنيران كثيفة وقصف مدفعي، فيما دارت مواجهات عنيفة في مناطق بير نعمة والخربة وجواعة وفي محيط جبل العويد. وذكرت المصادر أن منطقتي الخربة والفضائل شهدت مواجهات عنيفة عقب قصف مدفعي كثيف شنته الميليشيات الانقلابية على تحصينات ومواقع قوات الجيش الوطني.